السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا ميت يعطيك خاتم فضة في المنام. فإذا شاهدت متوفي في المنام جاء إليك وأعطاك خاتم من الفضة يعبر عن الخير والرزق، وأيضا إعطاء الخاتم الفضة من الميت يعبر عن البركة ويؤول إلى الأمور الطيبة بإذن الله. وفي حال رؤية الرجل المتزوج الميت يعطيه خادم فضة في المنام يعبر عن الخير القادم إليه في حياته. أيضا رؤية الميت يعطي خاتم فضة على أن الميت تقبله الله برحمته الواسعة وهو الآن موجود في جنة الخلد، وهي من أفضل الرؤى التي قد يراها الحي للميت. كذلك تدل رؤية الميت يعطي خاتم فضة على حصول منفعة لهذا الحي من الميت، فقد تكون هذه المنفعة متمثلة في ورث كبير سوف ينال منه جزء. وعندما يعطي شخص ميت خاتم الفضة لشخص حي فإن الرؤية ترمز إلى نجاح الحالم في أعماله وتمتعه بالصحة والعافية والسلامة من الأمراض والعلل. ترمز الرؤية أيضا إلى الخير والسعد والفرج القريب للحالم وتمتعه بالصحة الجيدة والعافية. الرؤية أيضا تشير إلى النجاح والتوفيق والتقدم والإزدهار والتميز والتألق للشخص الذي أخذ الخاتم. في حال قام شخص حي بإعطاء شخص ميت خاتم الفضة في منامه فالرؤية دلالة على الخسارة وتعرض الحالم إلى وعكة صحية. في حال لبس شخص ميت خاتم فضة في منامه فسوف يتقلد الحالم أو أحد أفراد عائلة الميت مركز جيدا في مجتمعه، وسوف تعم الأفراح والليالي الملاح على الحالم وأهله وعلى أهل الميت والله أعلم. رؤيا الميت يلبس خاتم فضة في المنام دلالة على ارتقاء منزلته في الدار الآخرة وتمتعه بالراحة والسكينة. أشار المفسرين إلى خير رؤيا لبس الميت الخاتم في المنام، والتي تؤول في الغالب إلى ارتفاع مستوى الرأي المادي والاجتماعي وتوليه مكانة مرموقة في المجتمع. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.